السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لاعضاء القناه شفت بان احدكم في هذا البث المباشر والحصري إذن مرحبا بجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة شوف تيفي في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش بعد انهيار الجبل بالمدينة لأدى إلى إغلاق الطريق الرابطة ما بين طريق عفوا مدخل طريق السيارة الرابطة ما بين العرائش وطريق السيارة. إذن كما كتشاهدوا المتابعين الأوفياء لقناة شوف تيفي عبر البث الحي والمباشر بان الطريق مغلوقة كانت للأسف الشديد، الآن مجهودات جبارة كيقوموا بها من أجل إزاحة التراب. تقريبا هذا هو الجبل اللي يهود كما لازلنا متبنين أوفياء عبر البث الحي والمباشر. الحمد لله على ما وقعت في الكارثة هنايا وما تأذى حتى واحد بهذا المدخل الرئيسي اللي كتعتبر من المداخل الرئيسية للمدينة. كنا لا زلنا متبنين الأوفياء عبر البث الحي والمباشر لقناة شوف تيفي مباشرة من مدينة العرائش. كما كتشاهدوا المتبعين الاوفياء بعد ما هذا المدخل بالمدينة اللي عاد جديد مدخل طريق السيارة الثانية وكذلك طريق المؤدية الى مجموعة من الدواوير التابعة لتراب عمالة اقليم العرائش. ما تقدرش زيد اجي. السلام عليكم. لا تسمح لي؟ هادشي اللي عطا الله فهمتي شركة بلوتور اجي بحال هنايا شركة بلوتور هاي جات هزت التراب من هنايا وطلعته للجبل الفوق وملي جات الشتا هبطته وضيعتنا في الارض ديالنا وفي الشجار ديالنا وتكرشت علينا وهادشي اللي عطا الله. دابا الطريق مقطوع دابا حتى واحد ما كيدوز من هنا. شحال من ساعة الطريق مقطوعة؟ إوا كثر دابا من 6 سوايع دابا الطريق مقطوعة فهمتي؟ وكرفصوا وضيعوا الوسائل ديال الناس كاملة وقفت الطريق مقطوعة من هنا الطريق مقطوعة من هنا واللي عطا الله هو هذا. أنت كتشوف ما وقع حتى ما داروا هادشي هذا ما وقع حتى حاجة هنا يعني حتى واحد ما تأذى حتى واحد ما وقع له شي حاجة هنا. لا لا الضرر غير في الطريق تقطعات والأرض هي ضاعت. الأرض ديالكم ضاعت؟ الأرض ديالنا ضاعت. أنت كتشوف ما كاين لا تعويض لا والو. يعني ملي كانوا كيعدلوا الطريق هذه ما دارولوش واحد الكاله باش تبقى تما الطريق ديالها. ما عدلوش فهمتي ما دارولوش ما طالولوش الارض ما وقفوهاش وما داروا لا كرياج لا حتى شي حاجه وبقات كتهون كامله كتهون. شنو كطالب انت؟ التعويض هادشي هذا التعويض هادشي هذا التعويض ديال الارض ديالكم اللي اللي ضاعت حيت هما ما عوضوناش على الارض كامله. الحد ديال الارض فين هو وهما راه فين وصلوا طلعوا حتى للراس ديال الجبل وحطوا التراب تما وصدق ملي جات الشتا هبطت كل شيء. هادشي اللي عطا الله خايب. دابا كون كانت شي دار تما كانت تقدر توقع الكارثه كانت تقدر تهود كامله. الكارثه ديال التربه والكارثه ديال الضوء، الضوء الكبير اللينيا ديال الضوء الكبير دايزه من هنايا. يعني دابا انتم هنا في خطر هنايا. هنا في خطر. راه شي ثلاث ايام وحنا مهددين كنعلموا من نهار الشتاء الاولاني وحنا كنعلموا علمنا القياده علمنا كل شيء. هاد الطريق هادي تابعه لجماعه الساحل ياك؟ تابعه لجماعه الساحل؟ تابعه لجماعه الساحل. شكرا شكرا. اذا
لان لا زلنا متبنين الاوفياء لقناه الشرطي في عبر البث الحي والمباشر مباشره من مدينه العرائش كما سمعتم متبنين الاوفياء. كانت تقدر توقع الكارثه هنا لولا الالطاف الالهيه، لولا الالطاف الالهيه جراف التربه من هنايا تقريبا مشات تقريبا حتى الطريق يعني قطعت الطريق. نتمنوا السلامه للجميع من تبيل الاوفياء لقناه الشوف تي في في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. اذا مستعملي الطريق رابطه ما بين ريسانا وكذلك طريق مدخل ثاني لطريق السيار، راه الطريق مقطوعه للاسف الشديد هنا بمدخل العرائش اللي تسبب في انجراف التربه كما كتشاهدوا من تبيل الاوفياء لقناه الشوف تي في. إذن لا زلنا في هذا البث المباشر عملية فراغ الطريق لا زالت من طرف جهة المختص. إذن بالنسبة للمستعملين الطريق السيار مدخل العرائج من الجهة ديال الكارجة أو جهة ريسانا فالطريق مسدودة حاليا. كانت تقدر تكون الكارثه للاسف الشديد ولكن لحسن الحظ انه ما كان حتى واحد هنا. نتمنوا السلامه اكيد لجميع المشاهدين وجميع المارين اكيد متبنين الاوفياء.